مساكم الله بالخير. 17/11 تسجيل من هواوي ميت 10. كنت اسجل مجموعه من المقاطع طلع من حسابي الثاني الخاص. رايح اسولف على نفسي، حسابي الثاني فيه 3 اشخاص. رايح وحيث ان يلا نعيد ترتيب الاوراق. مساكم الله بالخير. 17/11 تسجيل من ميت 10 والحديث عن ميت 10. جهاز بمعالج كيرن 970 وهو معالج مقارن لمعالج 835 وما راح يقدر على القادم. الحين راح اقدم لك تجربتي حسب ادواتي. تقول هواوي اللي تبي، يقولون شبيحتها اللي يبون. عندي ادوات اقيس فيها السوفت وير والهارد وير. والامر هو التالي. يحتاج اكلمكم عن كيرن وتفاصيل المعالج، يعني طويل الموضوع حيل. بشكل سريع، كيرن 970 عباره عن معالجين، معالج كورتكس A73 مضبوط على 2.36 زائد معالج كورتكس A53 مضبوط على 1.8. الرام 4 جيجا بايت، LPDDR4X دول شانل 1833 في نسخة للصين 6. راح يكون لي تفصيل الموقع عن CPU والGPU والرام والروم والستورج انترنال واكسترنال، راح تلقاهم بالموقع. خلوني بس اخذ فاصل اشرب قهوة واكمل لكم تقرير الجهاز. صاحب السمو ناسيه بالسيارة يا جماعة. شوف قرب الشاشة، عطها 360 زايد حركة، عطها تحريكة كبيرة شوية، زوم، يعني زوم شلون وضعه ممتاز، زوم زيادة. هذا حد اعتقد لان هذه بانوراما. شوف هني الحين بنزل تحت. ها شباب، يحتاج اجي بعد كم يوم اشوف الوضع. عودة اخيرة اليوم، التصوير على سناب شات ممتاز مثل ما انت شايف. في جهاز ميت 10 يعني يعتبر تقريبا افضل اجهزة هواوي صورت على سناب، بعدها بعض الهواتف المتوسطة عندهم. الجهاز يدعم كات 16، نعم، كاتيجوري تصنيف الشبكة 16 و18 لنسخة برو، نعم مدعوم لكن يجب تفعيله. أوريك مكانه. عدم تفعيل كات 16 يعني أن الجهاز يذهب لتوفير الطاقة، فهم ضابطينه على كاتيجوري أقل، وهذا اللي سوته ون بلس بأنها اعتمدت كاتيجوري 12 بين داشين. ون بلس مو معذورين هم يستخدمون كات 12 على معالج 835 ولا نوكيا 8 اللي بعده. الذاكرة الداخلية في كثير من تطبيقات قياس سرعة الذاكرة الداخلية ما يعطيني UFS 2.1، قاعد يعطيني UFS 2.0، سرعة 400-450 أقل، هذه UFS 2.0. كل تأكيد أن هواوي من زمان عندها مشاكل إغلاق بقوة لكثير من التطبيقات، فمثلا جوجل ماب أعطاني مرة واحدة بس إغلاق بقوة لجوجل ماب. ايضا من الامور الملاحظة على الجهاز سطوع، شلت الاوتوماتيك. اوكي، احنا مقدرين ان انت شايل الاوتوماتيك لكن راح يظل اوتوماتيك. صرف الطاقة والبطارية ما اقدر احكم عليها الحين، الصرف مو عالي بشكل سريع مثل سموه لكن زين. اعدادات الجهاز متزاحمة، في تخبيص للحين، مو واصلين لشيء مستقر. اللانشر في استغلال مساحات بس الايقونات كبيرة، يعني زين اللانشر زين، ما عجبني طبعا راح احط نوفا. لا زالت مشاكلهم السابقه اللي هي تطبيق ما يشتغل بالخلفيه، واتساب ما يدري عنها وداره والامر هذا. الجهاز فيه مكبرين صوت، واحد اعلى وواحد اسفل، الاساسي اسفل اللي فوق مقوي، وفي 3 ميكروفونات، ميكروفونين ظاهرين وميكروفون غير ظاهر. اعطوني كامل الوقت اعطيك مميزات الجهاز وعيوب الجهاز وانت اختار. يعني اذا قدرت انت طبعا راح احط الحلول، انا راح احط طريقه التعطيل، راح احط الروابط الرسميه. يعني اذا جاز لك الجهاز، قدرت تتجاوز العيوب، ما في جهاز بدون عيوب، اذا قدرت تتجاوز العيوب راح يكون جهاز جيد. يعني لازلت انا ميال لجوجل ستوك، بس في شيء بالجهاز هذا، في شيء يميزه. اراكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.